سؤال رقم واحد ونجاوب عليه، هل الفيس كان عنده برنامج؟ إجابة لا، نحكم بالشريعة قالكم، ما قلناش من شريعة. هل فلان منذ أن أنشئ كان عنده برنامج لليوم؟ إجابة لا. هل جبهة القوى الحية عندها برنامج؟ الإجابة نعم. برنامج جبهة القوى الحية مفهوم سهل للفهم، موديليزي يعني شيماتيزي باش الناس تفهموا، الأهداف نتاعو واضحة وواقعية، سيتون ميكانيكا. ماتنا حنا نقولوا دولة القانون، هل في دولة القانون ما راحش يكونوا انتخابات؟ راحين يكونوا انتخابات. هل تكون كاينة ديمقراطية؟ والله كما نقولوا حنا نوع من توازن بين القوى باش نرجموا رحماني وجبهة القوى الحية ما يوليوناش أفلان هما ثاني والله فيس. نعم كاين، لكن كي نقول لك الأوتوقراطية مسيو هشام مزاري، الأوتوقراطية تاعنا احنا لأنه المرحلة ووضعية الشعب الجزائري ينبغي أوتوقراطية، لأنه الخبتاء والعملاء في حالة الانفتاح والأجهزة والمؤسسات الجزائرية ضعيفة، تعتبر منطق قوة نتاعهم هما راح يتغلغلوا وراح يأثروا وراح يحطموا كل المشاريع. نعطيك مثال بسيط ومن بعد كي تقرا البرنامج نتاعنا لو 15 جوان ان شاء الله تبداو تقراوه وتفهموا. نعطيك مثال بسيط، مثلا نتاع المسيو هشام مزاري، انسان عندك خلصه شابه، المراه تاعك خلصه شابه، عندكم وليدات ان شاء الله، بون عندكم دي ديبونس، عندكم شي بانيا انترنت شارين ما نعرف بقداه اكسترا، بون في كاير اب حرب روسيا اوكرانيا، العمل تاعك تعطل شويه، دراهم نقصت، تيجي تشوف الشر بابو بحبس، بلوكي الاولاد بلوكي المراه، قال حبسوا لي ديبونس، نقص هذه نقص هذه، انترنت يولي عندنا هذاك هذيك حبس كيما هذه، درك القضيه نقضيو كذا، اون فير سا، واحد ما يزيد ياكل برا، واحد ما يكوموندي برا، توس اون فا مونجي فلا كاميرا لانتيريور، تي كومونس ا جيري. سي سا لوتوكراسي، لوتوكراسي بوليتيك افيك ان بروغرام سانسير هي الدواء نتاع الازمات، لانه كون تفتح المجال الديمقراطي انا اصلا ما نقبلوش، انا غير غدوة تقول لي طابو بوليتيك، انا طابو غدوة نشارعو لانه حطم الحراك، قدرش نقول لك بوليتيك. يجي واحد يقول لي عليها نحيا موت شريعة الله، نقول واش من شريعة تحكم بها؟ واش تحكم بها؟ واش قال لك الشرع؟ اربع نساء وتجلد وتقطع لي يدينا، شريعة شكون؟ بنو امية، بنو العباس، شريعة بنو ترمية، شريعة شكون تحكم لي بها؟ تحكم بالقرآن؟ افهموا الساعة، القرآن ما جاش باش يكون رئيس، ما فيهش رئاسة جمهورية القرآن، ما فيهش برلمان، ما فيهش، حتى من الهضرة يهضر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا دين، هذا وحي، هذا فايت السياسة والمعاملات السياسية، بس عندك فيه نصائح تستوحيها كي تعود انت إنسان مسلم، الإحسان، العمل الصالح، الإنفاق، أمورات بزاف. ما كاين فرق كبير بين جبهة القوى الحية وهذه الزوج أحزاب اللي ذكرتهم، فرق كبير مسيو هشام مزاري، بصح ديمقراطية في الجزائر ربنا ولك الحمد. شوف كوني شوف، اسمعني يسمعوني الناس بكل، والجماعة دوك اللي كوبيوا لي فيديو تاعي كوبيوا هذا الطرف، أقسم بالله العظيم كون غدوة الصباح تبوني نوض وشنقريحة، تبوني مليح، يقولوا صاي يمدوا أوامر صارمة، فتح الانتخابات بصفة ديمقراطية، انتخابات رئاسية مسبقة هكذا، شنقريحة يدير تعهد يحط الاستقالة تاعو مع نهاية الانتخابات هكذا، ويخلي لا ليجان طالعين ما يهمناش الحسرة، يفتحوا الانتخابات واللجنة اللي تراقب الانتخابات يخيرها الشعب ويأسها الشعب ويأس الشعب، ويجيوا الأحزاب هذا طابو وصحابو وهادو العسول وشي باشكون ويولي الفيس تكرا راح تفرى. السؤال نطرحه عليك،
والله يا يعني ندخلوا في واحد الزبالة لا يلها زبالة. تعرف شنو زبالة لا يلها زبالة ولا ما تعرفش؟ نتعودوا تقولوا تبون وشنقريحة الله يرضى عليهم. تدخلوا في واحد المتاهات تعرف عليه من جهل الشعب وانتهازية هاد الجراثيم اللي عمرهم ما خدموا خدمة في حياتهم وكانوا ديما يستناو في السياسة باه ياكلوا الميات اللي طيشهم من النظام. لانه ما عندك والو مسيو هشام مزاري لو بو اللي عندنا جبهة القوى الحية. وزيد ضحكت شفت الميساج يضحك. وزيد لو بو اللي عندنا في جبهة القوى الحية بلوس نسيي ونجيبو لو بو نتاع الطاقات ونقنعوا لو بو تاع الطاقات اللي في عمر هذا 70 سنة و 65 سنة وهمشوها فجروها ونعملوا اوتوقراطية باش نبنيو دولة المؤسسات ودولة قانون. يفتحوا لك الديمقراطية لهادو تيم مالات هادو دير لهم ديمقراطية ميتي تريبل ام مالات. ليكران داروا انتخابات شابة طلعوا رئيس كان يشطح ابوال وقتاش طلعوه في وقت قيرة ديجا طارت لهم لا كريمي والروسي هددوا اون بارتي من انفصالية جابوا شطاحة هشك بالشك او في حرب كحلة. وما تسمعوش لوكسيدونش قاعد يقول الروس رابح 100 في الساعة وراح يتشكل واحد الفكرة سوبر مكرفصة بين الروس لاشين العربي سعوديت. شوفوا نقول لكم حاجة لي زاميريكان داروا غلطة قد 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 راس راسهم بالهبال نتاعهم تلمو عماهم ربي عماهم داروا غلطة راح تمد ديزيفي ديفاستاتور. بون مساء الخير ما نقولك صحة فطور باسكو ما راكم في الامساك واش راك؟ صباح الخير واش راك ليا صباح؟ صباح تبارك لا بس الحمد لله الحمد لله نروح المفيد روح المفيد عطاكو لا غير بو عندي كما قلت لك دو بوان حبيت نديفلوبيهم معك تفضل. دونك البرومي بوان تاعي هو بارابور على ديفينيسيون دو لا ديكتاتور باسكو حبيتك تفهم ان تي بو لا ديفيرونس بين لا ديكتاتور سولون لا ديفينيسيون قولو تاع لي ميديا و لا ديفينيسيون لي تيلاف تاعها تما كاين ميم ديفينيا اصلا نقولو في ديكسيونير. D'accord, tout de suite une joke. Tout de suite une joke. La définition. Andi mazal un deuxième point. Non, rohbe point. Rohbe point sinon nehmla. Ah, alors, dictature. Filoua wach ma3nta? Ça vient du verbe dicter. Celui qui dicte. Yani bel arabiya ma nqoulouch dictateur. Nqoulou el mumli. Youli ismo el mumli. Un dictateur, c'est quelqu'un qui dicte. Donc, qui ordonne sa loi et n'accepte pas de discussion. Mais il ne peut pas dire que le roi est un dictateur qui m'a fait un. Il lui dictait ses ordres. Il lui dit que cela soit écrit et exécuté. Il lui dit que cela soit écrit. C'est ça un dictateur. Il lui dit que cela soit écrit. Il lui dit que cela soit écrit. Un dictateur, donc on a comme le farc Salim entre deux dictateurs. Un dictateur qui maintient nous, les musulmans ou les khalis, c'est un dictateur postiche.